مساء الخير. أنا مبسوط إن أنا اسمي جلال المصري، مبسوط ب يعني نشاط موسع، نافذة جديدة للمصورين لعرض صورهم. المناقشات اللي دارت من أول يوم لرابع يوم النهاردة مفيدة جدا، وحسيت إن الحاضرين يعني بيسألوا أسئلة مفيدة جدا، وأساتذة كبار ردوا عليها، أنا استفدت بالرد. نتمنى المهرجانات دي والكرنفالات دي تتعاد، وتسجيل الحاجات دي يتذاع على الناس تستفاد والقادم أجمل، وبنشكر الفرعونية.